السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي الديزاد. اليوم الحصة تاعنا بعد غياب، يعني وين كان الاعلام يعني يريد حضور، يعني لصنع خيال، يعني افلام خيالية وحضور، يعني فوزي الاقجع، وين بعد رفض فوزي الاقجع الحضور مباراة نهائية بين المغرب والسنغال، نعم هو على قاعد ما يجيش، ووليداتو غادي ان شاء الله بربي يربحوا ويدير لهم احتفال، يعني هما غادي يربحوا، المغرب غادي يربح. المغرب غادي يربح، يعني انا نقولها لكم ماشي قضيه يربح غادي يشرو الاربيد ولا يشرو، لا المغرب راه موتيفي باش يربح وان شاء الله يربح. هذه هي، حنا شاهدنا تعليق من الاعلام الجزائري على رفض فوزي الاقجع حضور المباراه النهائيه بين المغرب والسنغال. حنا قبل ان نديروا الفيديو كيفاش يعني كيفاش داروا التصريحات تاعهم، ماذا بكم اعطونا الاجابه لي كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد وبهذو الامور، يعني باش تعاونونا وتعاونونا فانيك على نزع لي سينيال اللي راهم علينا، خاصه قناه يعني قناه شوبير، يعني تعرفوا هذو الامور. حنا نسمعوا يعني واش الناس كيفاش تكلمت ومن بعد. أما زميلي حكيم مباشرة من فندق الشيراتون قبل نصف من ساعة من الآن انطلق اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمركز المؤتمرات الدولية، يعني على بعد أمتار قليلة من هنا من فندق الشيراتون مقر إقامة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة رئيس الكاف باتريس موتسيبي، الذين توجهوا لعقد اجتماعهم التنفيذي الذي سيناقش فيه عدة أمور على أبرزها والذي ينتظر هو النظام تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك. يبدو أنه خلل في الصوت، لا أسمعك جيدا زميلي حكيم. نعم أسمعك جيدا كمال واصل، تفضل. قلت لي بأنه للاجتماع لمناقشة ربما تصفيات. نعم أصوات كانت تنبعث. نعم لا مشكلة، الجنون أصوات كانت تنبعث من هنا وهناك. نعم الجنون حول نظام وصيغة تصفيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالمكسيك كندا والولايات المتحدة الأفريقية الولايات المتحدة الأمريكية عن منطقة إفريقيا، وذلك باعتماد نظام التصفيات العادي بتقسيم معادي مجموعات يتأهل كل أول مجموعة، علما أنه ستتأهل 9 منتخبات إلى النسخة المقبلة من كأس العالم، إضافة إلى منتخب 10 سيلعب لقاء مباراة فاصلة، أو اعتماد مقترح آخر بالاعتماد على ترتيب كأس أمم إفريقيا 2025 التي ستقام إما بالجزائر أو بالمغرب، البلدين المترشحين لهذه النسخة، واعتماد ترتيب 9 الأوائل يشاركون مباشرة في كأس العالم، حيث هذا هو ربما أهم شيء سيناقش في هذا الاجتماع، لأن ربما يكون الفصل في النتيجة النهائية في الضوء أو الجمعية العامة العادية التي ستقام في رواندا الشهر المقبل، الجمعية العامة للكاف 45، إضافة إلى كأس إفريقيا 2000 لأقل من 17 سنة التي تقام بالجزائر ومناقشتها والنجاح الباهر التي عرفته هذه المنافسة بسبب الحضور الجماهيري، وأيضا ربما الحجم الكبير التي أعطته الجزائر لهذه المنافسة، إضافة إلى الحديث عن كأس أمم إفريقيا 2024 التي ستقام مطلع العام المقبل بكوت ديفوار، وناهيك عن نهائي كأس الكاف الذي تأهل عنه اتحاد العاصمة، وأيضا كأس رابطة أبطال إفريقيا التي ستقام الشهر المقبل بحضور أغلب أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وفي غياب فوزي الأقجع الذي سيشارك في الاجتماع بتقنية التحاضر عن بعد. كل شيء جاهز إذن في الجزائر، تستضيف كل من يأتي إليها طبعا للاجتماعات هنا سواء للكاف أو حتى لكل المباريات. طبعا أهم شيء هو الحديث عن تصفيات كأس العالم 2026. أشكرك جزيلا. المهم يعني
امور هذه وين نقولوا حنا لقجع يحضر ما يحضرش يمكن يكون عنده يعني التزامات اخرى عنده مبادئ ولا عنده يعني وين الناس كاين اللي بدا يقول لك باللي لازم يروح يدير رومبوا واحد يقول لك لازم يروح للترك ويعاود يدخل واحد يا ما جاش وتزيدوا تهضروا عليها ما جاش هذا ما جاش سبحان الله انا دروك انا يبي يتعرفني انا نجي عندك انا ما تخممش عليا الطريق اللي نكذب هنايا تحوس عليا الطريق انت ما الا انت توري لي الطريق لا ما تفوتش هذه الزوقه وما تفوتش هذه الزوقه وما تفوتش ديك الزوقه ها من هو نزيد انا على روحي انايا في طول نخسر غير ساعه تنصيب نتايا بغيت تفرز عليا نخسر 3 سوايع باش نوصل عندك يعني باش نحضر عندك في عرسك ولا نحضر عندك في ملومتك ولا ما نجيش دروك انا كي نتا تخير كي نخلي ساعة نخسر 3 سوايع هذه هي وانتوما اليوم تهضروا ها القجع ما جاش ها القجع ما جاش عاودي ها القجع انتوما راكم عايشين بيه ولا ها القجع في بلادو راه يخدم بلادو وديجا راه دار معاهم بالتقنية الفيديو ويعطي رايه ويعطي منه والناس تسمع له وكاع يسمعوا له انا الحاجه اللي تقولوا لي اللي نقول لكم الاعضاء اللي جمعوا بيناتهم الاعضاء هل كاين واحد جزائري كان معهم كاين واحد جزائري كان معهم ما كانش كان معهم واحد جزائري ما كانش مع الناس حنا عندنا هنا كيما اللي صار تاع الشهر مي داروا اجتماع لو 3 افريل يعني هما مبلعين على رواحهم حتى وانا قاعد برا يقارو ما عرفهمش قاش هضروا ما عرفهمش قاش هضروا شو كيفاش الله والله سهل عليه سهل على كل واحد علي نقولكم بلي ودي اليوم وين المنتخب يعني وين الاداره تاع الاتحاديه الجزائريه لازم 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 يكونوا ناس لازم ماشي زعقه انا نقولكم لازم يكونوا عندك ناس يكونوا سبحان الله كي جاية يا ولي بيشوف بولا ولد عمي البارح حضر لي البارح بولا كي دايره رجالة كي دايرة إشبيليا جوفنتيس 120 دقيقة بويها ولا بغيت تشوف لا ديفونس كيفاش بلع مورينيو يعني كملو 0-0 النار شاعلة النار 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 يا وداك مورينيو تا كيبلع يا ولدي تا كيبلع أكيد لا ولا أو لي ماركاو لي ماركا دخل لي مارك لي دخلوا لي دخلوا دوزيام ميطو تاع إشبيليا ماركاو هما لي ماركا ولا لا هما لي ماركاو يا ربي الله كي دايره بويها أو الناس تلعب بوي أو الناس هي تلعب بويها وين تفرجوا بهذو لي بارتيري والله لا نبغو نفرجو ما ولد عمي على وستهام كاليفي وستهام كاليفي فيرونتينا كاليفي ناس كاليفات صراحة كاليفات وستهام كاليفي فيرونتينا صايك نهائي دورة أخرى كاين كيسموه قاعدي فيها وهادو راحو بروموكاسيو ودعميها في فيرونتينا باباس الفينيك راح
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دايما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا ودايما معكم. صحيتو خاوتي.